لأول مرة بالمغرب مقترح قانون للتعويض عن الشوماج. في سابقة من نوعها بالمغرب استلهم نواب برلمانيون النظام الذي أقرته الحكومة خلال فترة جائحة كورونا لتعويض المتوقفين عن العمل، ليطالبوا بتنظيم دائم لصندوق لهذا الغرض. وطلب نواب الحركة الشعبية في مقترح قانون بإحداث نظام خاص لمنح التعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا يسمى نظام التعويض عن عدم الشغل. يهدف هذا النظام إلى تقديم إعانة مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل أو الذين فقدوا عملهم منذ 3 أشهر على الأقل. وحسب وضع المقترح فإنه سيستفيد من هذا النظام الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة.